نروح للشأن اليمني، أصدرت 147 منظمة مجتمع مدني بيانا مشتركا استنكرت فيه الصمت الإقليمي والدولي على جرائم ميليشيات الحوثي المتمردة بحق المدنيين اليمنيين. وأدانت المنظمات اليمنية ارتكاب ميليشيا الحوثي الإرهابية عددا من الجرائم المروعة بحق المدنيين، منها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتعمدها للقتل المباشر والممنهج واستهداف الأطفال والمدنيين. لمزيد من التفاصيل معانا على التليفون الأستاذ عبد الكريم الآنسي، المدير التنفيذي لمنظمة اليمن. أولا مساء الخير يا أستاذ عبد الكريم وأهلا بحضرتك. مساء الخير أستاذ أسماء ومشاهدين قناة أكسترانيو. أهلا بك. قل لنا أهم النقاط التي توقفت أمامها في البيان المشترك الذي أصدرته 147 منظمة مجتمع مدني استنكرت فيه هذا الصمت الإقليمي والدولي على جرائم ميليشيات الحوثي بحق المدنيين اليمنيين. طبعا هي جاءت المبادرة منظمات المجتمع المدني بعد أن وصلت الحكومة أو فقد الشعب الأمل في أن يتخذ إجراء في المسار السياسي، وكما نعرف جميعا أن الصبر له حدود، وبالتالي بدأ دور المجتمع المدني أن يأخذ دوره في هذا الأمر، بالذات بعد أن زادت انتهاكات حقوق الإنسان، أحكام بإعدام مجموعة من النشطاء، مجموعة من الصحفيين، مجموعة من الإعلاميين، زادت حكاية انتهاك اللي هو اغتصاب أو حرمة النساء، قنبلة موقوتة بشرية تتكون الآن في الجمهورية اليمنية على أيدي هذه الميليشيات أو في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، والعالم كله يسكت، وبالعكس تدعمها اليونيسف وهي مراكز الصيفية لهذه الميليشيات. هذه المراكز الصيفية كلنا نعلم، وجمهورية مصر أكثر دولة تعي ماذا يعني التعبئة وتعويم جيل وتخريج جيل إرهابي. يتم تجميع المراكز الصيفية. سأضرب لك مثال بسيط سيدة أسماء، أن في محافظة دمار إحدى المحافظات الجمهورية اليمنية التي تبلغ 21 محافظة تم حشد 300,000 طفل لا تتجاوز أعمارهم 15 عام، تبدأ من 9 سنوات إلى 14 سنة، لتوزيعهم على المساجد، بتوزيعهم على الفكر التكفيري، الموت لأمريكا، اللعنة على اليهود، الأعداء، وعدوا لهم استطعتهم من الجيش. هذه كلها حرمانهم من استكمال الدراسة، طعم دورات غسيل دماغ أو سميها دورات التثقيفية لدراسة ملازم سيئهم حسين بدر الحوثي الذي يسمونه قرين القرآن، وهذه الملازم لا تحمل إلا لغة القتل ولغة التفكير ولغة الدمار والموت. بالعكس، وتم ويعطوهم القسم على نفس طريقة حزب نصر الله الذي هو بعد أن يتم استكمال الدورة التثقيفية نقوم إلى الدورة العسكرية، بعد ذلك القسم اللي هو على القرآن الكريم بأنه شهيد ويسمى الشهيد الحي. 300,000 من محافظة شهداء أحياء يا سيدة أسماء. تم افتتاح 60 مقبرة في هذه المحافظة، لا يمر يوم إلا ويتم عزاء. هذا الآن القنبلة البشرية، اليمن دمرت دمرت، لم يعد فيها لا بنية تحتية ولم يعد فيها حياة، لا مدارس لا مستشفيات لا تعليم، سربت العملية التعليمية بتجريف 80%، لم يعد هناك رواتب للمعلمين منذ 4 سنوات، تم استبدال المعلمين الأساسيين والتربويين بمعلمينهم الذي هم خريجين السجون والشوارع، وتم تعليم هذا الجيل. أين سيذهبون؟ أين ماذا سيتوقعين أن سيتم بعد أن تنتهي الحرب؟ الحرب في اليمن تطول أو تقصر ستنتهي، هذا الجيل أين سيذهب؟ هل سيطلع دكتور؟ هل سيطلع مهندس؟ هل سيطلع بناء؟ سيطلع إرهابي، وهذا الإرهاب سيتصدر للمنطقة وستتصدر بعدين للعالم. طب تفسيرك يا أستاذ عبد الكريم لهذا الصمت الدولي عن جرائم الحوثيين بحق المدنيين في اليمن، يعني هل هو صمت متعمد أم ماذا؟ نعم، اليونيسف الذي هي معنية، عندما عين يحيى الحوثي وزيرا للتعليم العالي وهو أمي، وفي السي في لشخص الوزير هذا في الموقع الرئيسي لوزارة التربية والتعليم
يقول أني لم لا يوجد ليس له أي شهادة غير أنه يتعلم على يد والده. أين كان دور اليونيسف حينما يعين وزير هذا؟ أين هي اليونيسف؟ بالعكس قامت بتخصيص مبلغ مالي لم يتم صرفه عبر الحكومة الشرعية وتم تسليمه للحوثيين، بما قام الحوثيين باستبدال المعلمين الرئيسيين والتربويين بمعلمين إرهابيين. هذا الصمت الدولي هو لا يعني إلا شيء واحد، إملاء الرغبة البريطانية الأمريكية لاحتقان أكثر في المنطقة لأمد تطويل أمد الصراع في المنطقة. ما تشاهدونه يا سيدتي من صمت من مجزرة يوميا من قتل اليمنيين، من لا يوجد أدنى حق. الآن نحن وصلنا كمنظمات مجتمع مدني إلى طريق مهزوز. لم يعني إذا كان آخر شيء نحن نقتل بهذه الطريقة، ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ أننا نتحرك نحن كشعب بغض النظر عن الحكومة وعن السياسيين، لأنه ما ودوا إحنا في 60 داهية إلا هم السياسيين. الآن دورنا أن نسترد جمهوريتنا ونسترد هويتنا وندافع عن أنفسنا بهذه الطريقة. نحن رفعنا للأمم المتحدة. تخيل يا سيدتي نحن كمنظمات الآن بدينا باستقطاب أكثر من منظمات يمنية متواجدة في هولندا، متواجدة في الصين، متواجدة في أمريكا، متواجدة في الهند وفي روسيا، وبدأنا نصعد الآن أكثر. لم تفتح لنا الأمم المتحدة أو منظماتها باب واحد. يعني لا تتخيلي كم نحن نعاني أن نبعث أحدنا للأمم المتحدة. يتم طرح الملف ويقول سيتم مناقشته، وبعد شهرين ثلاثة يقول لا لم يكتمل. ماذا لم يكتمل؟ موثق فيديو، موثق شهود، موثق عناوين. نطالب بلجنة تفصيل. لم نستطيع. بينما المنظمات الحوثية أطفال يا سيدة أسماء معروفة رضي المتوكل وزوجها لم يتجاوزوا 25 عاما، حوثيين في أمريكا يجتمعون بأمين العام الأمم المتحدة، يجتمعون باليونيسف، يجتمعون بالصليب الأحمر الدولي. نحن منظمات المجتمع المدني لم نستطيع حتى أن يعني يتطلعوا لإحصائياتنا، يتطلعوا لموادنا، وكل شيء موثق. هذا كما قلت لك تواطؤ. الأمم المتحدة أصبحت الوجه القبيح لهذه الجماعة ومشاركتها، ووصلنا لطريق مسدود. الآن يجي دور الشعب أن يموت بهذه الطريقة يوميا أم أن ينفجر لإعادة جمهوريته. انتوا بتنتظروا ايه كيمنيين استاذ عبد الكريم من المجتمع الدولي تجاه جرائم الحوثيين؟ ومن وجهة نظرك يعني كيف يمكن تحريك المجتمع الدولي بقوة تجاه هذه الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي؟ نحن لا ننتظر من المجتمع الدولي شيء. المجتمع الدولي لم يحل قضية عربية ولا قضية في الشرق الأوسط ولا قضية في العالم. لم يستعيد حق المجتمع الدولي. يتماهى دائما مع من يدفع أكثر، والحوثيين إيران وقطر تدفع لهم أكثر، ونحن لا نستطيع أن ندفع لهذا لهم أكثر. لذلك هم يغمون على هذا الموضوع. إلى جانب أن ترامب بريطانيا الجديد يرغب، هذا كمان سيزيد الطين بلة، يرغب بإطالة أمد الصراع وعقد عدد صفقات أسلحة قديمة، لأنه محافظ البنك المركزي البريطاني قال أن ستتعرض بريطانيا لأسوأ قيمة للجنيه الاسترليني من خلال 12 سنة سابقة. هذا يدل على أنه سيتم ابتزاز المنطقة أكثر، سيتم ابتزاز السعودية والإمارات أكثر، ولن يتم هذا إلا بتبعبع الحوثي وهذا القتل. تمام، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد الكريم الأنيسي من اليمن، شكرا جزيلا لحضرتك.